اقول عتيج اول هاك شنو اخذ هذيل ودخلهم في حساب المكتب. انا كل حلالي حلال المكتب. هذا منين هذيله؟ قاعد اقول لك هذيل من هدايا والفلوس من البيوت اللي لفيتي عليها. ايش على بالك؟ لا يا تراجي لا، هذيله حقك، هذيله اتعابك. ها اي بس هذيله ناخذهم حق المكتب النثريات بس. بس انا اقول يا عتيج يعني لو ما مكتبك كان الحين بعد من يعرفني؟ لا يا تراجي، المكتب لا يمكن يقبل الفلوس مقابل اعمال انسانيه. يا للهول يا لسخريه القدر، 35 بنت بيوم واحد وكل واحده احلى من الثانيه، وكل بيت في 3-4 موت الحمر. انا ما ادري وين هالريايل عنهم، ما ادري. للاسف الشديد، للاسف الشديد زادت نسبة العوانس عندنا، والسبة شروط الأهل الصعبة. الله يسامح أهالي، الله يسامحهم. أنا يا عتيج اللي مرة قلبي زاق زاق عليهم. شلون الريايل؟ والله يا عتيج المتى بتوبة والطويلة والمخصرة والقزالية؟ بس أخ كان زين الله خالقني ريال. للأسف الشديد هذه ظاهرة خطيرة جدا، ظاهرة خطيرة ولازم نكافحها ولازم نشوف لها حل، وإن شاء الله بإذن الله أول ما أنجح في الانتخابات راح أطالب الحكومة بحل هذه الأزمة، ولازم الحكومة تتبنى وتشوف حل سريع لهذه المشكلة. أنا من رأيي أن يشوفوا لهم يعني حل سريع، يشوفون لهم معاريس ولو يوردونهم من كوريا علشان نزوج بناتنا علشان نحل هالمشكلة هذه. الله يهداك عاد من كوريا. ايش نسوي طالما الشباب قاعدين يتزوجون من برا والبنات، شو نسوي فيهم؟ شنو الحل؟ الله يرحم ذيك الايام. الله يرحم ذيك الايام. ابوي زوجني بمية ربية وسلف، وهذه انا الحمد لله الزيني وش حالاتي وشني البخت، ها وعايشة سعيدة. لا الحمد لله، ايش فيك شنك البخت على قولتك؟ لا بإذن الله انا راح اشن حملة انتخابية، وراح أكتب كتاب للحكومة، وإن شاء الله راح أكون في حملتي راح أكون نصير العوانس في البلد، وراح أكتب كتاب وراح أرفع مشروع عظيم للدولة وأطالب الدولة أن تتبناه بأسرع وقت. لا لازم، أنا من رأيي أن نشوف لنا حل سريع في المشكلة العويصة هذه. الله يسمع منك كان بخت كان زين. والله يا عتيج يا إن تصير تنزيلات في كل بيت وما أدر عليهم السنة إلا كل البنات متزوجات، ويا سامعين قولوا آمين. أنا بإذن الله راح أبذل قصارى جهدي لحل هذه الأزمة بأسرع وقت. إنزين الحين ما قلت لي. نعم. إيش تبي تسوي فيها الصور؟ الصور رتبيها عندك وحطي كل واحدة لها ملف واسمها ومؤهلاتها وتصرفاتها كلها علشان يكون شغلنا مرتب. بعد ايش حق الملف؟ علشان ننظم شغلنا. لقيت لك سكينة تيبينها، مريم تيبينها، بلانة تيبينها، مرتب حسب الحروف الأبجدية. يلا ابوي. يلا يهداك يا عتيج حق المخاسير عاد. يا احبش للحكي والقرقة. يا بنت الحلال لا تخافين، ولد عمي خميس مو مقصر، كاتب لنا شيك مفتوح، نفس اللي اقول لك بس. على برك حاضر. صداع بالذحني. لا اسم الله عليك. صداع قاسي. ما اشوف شر ان شاء الله. صداع قاسي.